ازيكم يا اصحابي؟ النهارده بنتكلم عن معنى الحقل ونوعه. كلمة حقل طبعا احنا عارفين ان هي المربعات او الخانات اللي بتكون موجودة في الجدول بتاع قاعدة البيانات. فتعريف كلمة حقل هو احد مكونات الجداول في قواعد البيانات، لان هو اللي بيكون الجدول. هو حقل جنب حقل، حقل ده بيكون مربع كده تمام، وبيكتب جواه بيانات. والجدول عبارة ايه؟ عبارة عن حقل جنب حقل وتحتيه حقل كمان، وإلخ إلخ إلخ تمام. فالحقل هو أحد مكونات الجداول في قواعد البيانات، ويحتوي الحقل على بيان واحد فقط. يعني ما ينفعش حقل واحد كده واكتب فيه اسمك وتاريخ ميلادك الاثنين، لا طبعا ما ينفعش. ممكن حقلين راح كاتب في واحد اسمك وفي التاني تاريخ ميلادك، لكن حقل واحد ما ينفعش اكتب فيه اكتر من بيان واحد فقط من المعلومات داخل الجدول تمام. خش على انواع الحقول. الانواع الرئيسية في الحقول 3 انواع. اول نوع اللي هو نص او تكست. النوع ده بيستخدم في الحقول اللي بتحب تكتب فيها نص. يعني مثلا عايز اكتب اسمك، فعشان اكتب اسمك بكتبه في حقل من نوع نص. النوع التاني النوع ارقام، وده بيستخدم في الحقول اللي انت عايز تكتب فيها ارقام، لان هو النوع اسمه ارقام تمام. فمثلا عايز اكتب سنك، عايز اكتب مثلا بتقبض كام، الحاجات دي كلها ارقام. عشان اكتبها ببقى اكتبها في نص، في حقل من نوع ارقام. في النوع التالت اللي هو نوع تاريخ او وقت، اللي هو ديت او تايم. النوع ده طبعا من اسمه بيتكتب، بيستخدم في الحقول اللي انت عايز تكتب فيها تاريخ او تكتب فيها وقت. زي مثلا ان انت تكتب تاريخ ميلاد، لو انا عايز اكتب تاريخ ميلادك فهكتبه في خانة من نوع تاريخ و او تاريخ او وقت، يعني هي خانة واحدة من النوع ده. او مثلا عايز اكتب ميعاد مثلا مسلسل او حاجة فبكتبها، مثلا عايز اكتب الوقت الساعة 3:30، ف3:30 دي بكتبها في وقت. بس طبعا 3:30 بطريقة كتابة الوقت مش 3:30. المهم يعني بكتبها في خانة وقت. عايز اكتب تاريخ ميلاد، تاريخ تعيين، تاريخ مثلا ان انت هتمتحن فيه، اي حاجة بكتبها في تاريخ او وقت. اي حاجة فيها تاريخ او وقت بكتبها في تاريخ او وقت. المهم عندنا صح ام خطأ. الجداول هي احد مكونات الحقول. طبعا الاجابة خطأ، لان الحقول هي اللي احد مكونات الجداول مش العكس. النوع التاني، اسف، السؤال التاني، النوع نص يستخدم في كتابة النصوص، بينما النوع أرقام بيستخدم في كتابة التاريخ. طبعا برضو الإجابة غلط، لأن النوع نص أيوة بيستخدم في كتابة النصوص، ده صحيح الجزء الأولاني صحيح، لكن نشوف إن الجزء التاني، الجزء التاني بيقول النوع أرقام بيستخدم في كتابة التاريخ، لا طبعا غلط. بالتالي الجملة كلها غلط، لأن الجزء التاني غلط، لأن كلمة النوع أرقام بيستخدم في كتابة الأرقام مش في كتابة التاريخ، فالجزء التاني غلط، فيبقى الحتة دي كلها غلط. كده خلص الدرس، أتمنى إن هو يكون سهل.